اليوم نحن مشاركين بفعل بمبادرة ورد لنحكي بمسرحيتنا اللي اسمها لحظة، تأليف وإخراج الياس، أنا لنحكي على العنف القائم ضد المرأة بسكتشات متنوعة، شاملة شوي من الشيء اللي بيصير على المرأة من الناحية اللفظية أكثر ما يكون العنف الجسدي. احنا أول شيء قدرنا نبني ثقة ونكسر الحاجز الجليد اللي بيننا وبين الأطفال بزيارات دورية. دائما كنا نعمل سيار، هو فريق جوال بالأخير، ننزل أكثر من مرة على الشارع لحتى نبني ثقة معهم، صرنا ندل لهم إنه نحن وين متواجدين. بلش بالجنينة بواقع بهن أصلا ما كانوا بيرتاحوا له وبيترددوا له كثير، بعدين قدرنا ننقلهم على المراكز الثقافية مثل ما توسعنا نحن أكثر. هلا بجلستنا كانت الأسبوع الماضي خبرناهم لأطفالنا انه رح يكون فعاليه نحن متواجدين فيها، رح يكون فيها شغلات كثير حلوه، شغلات اصلا مشان تتعلموا لنا، شغلات كثير ظريفه، فحبوا الفكره واجوا مثل ما شايفين. اليوم مطلوب منا انه نشارك بسكتش صغير عن العنف ضد الاطفال بالمدرسه تحديدا من خلال الدمى، فحضرنا سكتش معين لطفل اسمه ورد تعرض لعنف بالمدرسه، وحبينا نفرجي أنواع العنف اللي ممكن يتعرض لها الولد بالمدرسة، ورسالة حابب يوصلها ورد اللي هي العنف اللي بيولد عنف، وأنه الطفل أو ورد اللي مثل ما سمينا هو بحاجة اهتمام، حاجة رعاية، حاجة محبة لحتى يفتح، لحتى يعيش طفولته الحقيقية.